جزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني هذا السائل، يقول: إذا كانت كثرة النفقات في الزواج وغلاء المهور تقف حجر عثرة أمام الشباب والشابات وتسبب منعهم من الزواج الشرعي الحلال والاتصال الحلال، فماذا يمكن أن يحدث ويكون، وما هو الحل في نظركم فضيلة الشيخ في هذا من الكتاب والسنة؟ نعم. يقول هذا السائل: إذا كانت كثرة النفقات في الزواج وغلاء المهور تقف حجر عثرة أمام الشباب والشابات وتسبب التأخير في الزواج الشرعي الحلال، فماذا يمكن أن يحدث ويكون، وما هو الحل لمثل هذا بالكتاب من الكتاب والسنة؟ الحل لمثل هذه المشكلة، وهي مشكلة التكاليف الباهظة في الزواج، أن المسلمين يتقون الله سبحانه وتعالى ويتركوا هذه التكاليف الباهظة، خصوصا أولياء الفتيات، فإنهم ينبغي لهم أن يخففوا الأعباء التي تعترض الزواج، وأن يقتصروا على ما يطيقه الزوج وما تكرم به المرأة من غير إجحاف ومن غير إثقال. وليس في كثرة المهور وكثرة التكاليف محمدة ولا منقبة لهؤلاء، وإنما يذمون ويخاض في أعراضهم، ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وخففوا هذه الأعباء لكانوا قدوة حسنة، ولا أثنى عليهم الناس ودعوا لهم بالخير، ولكنهم على العكس يذمونهم ويدعون عليهم ويكونون قدوة سيئة. أما ما يفعله الشباب أو المحتاجين للزواج نحو هذه الأمور، هذا راجع إلى مقدرتهم واستطاعتهم، إذا كانوا يستطيعون الزواج والقيام بتكاليفه فإنهم يقدمون عليه، والخير في ذلك إن شاء الله. وإن كانوا لا يستطيعون فإنهم ينتظرون إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى، وفرج الله قريب. ولكن الحقيقة أن المشكلة أنها مشكلة مهمة جدا، قد كثر الكلام فيها من زمان طويل والمحاولات، ولكن ضعاف النفوس وأشباه الرجال هم الذين سببوا هذه المشكلة في تساهلهم وفي انقيادهم أيضا للسفهاء من النساء وغيرهن وإجابة رغباتهن. ولو أنهم قاموا بما يجب عليهم وتعاونوا على حل هذه المشكلة وطبقوا هذا على أنفسهم أولا وكانوا قدوة صالحة لغيرهم لحصل الخير، ولزالت هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من المسلمين، والتي سببت عنوسة النساء وتعطل الزواج وشوهت الزواج أمام الشباب والمحتاجين إليه أو عوقتهم عنه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.